وللمزيد ينضم إلينا الكاتب الصحفي شريف عارف. بعد التحية، قراءتك لتوصية اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة البرنامج الحكومي بشأن إدخال تعديلات تشريعية لتحقيق أجندة الحكومة. مساء الخير عليك يا فندم، ومساء الخير على كل مشاهديتي. حقيقة ما شهدته الجلسة العامة اليوم قبل منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي هو إقرار لمبدأ أولي، وهو صحة الإجراءات التي تمت في ذلك وفقا للدستور، وأن جرت مناقشة تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لبحث ودراسة برنامج الحكومة الجديد. وأنا في اعتقادي أن موافقة غالبية الأعضاء على هذا البرنامج أو على توصية اللجنة الخاصة المشكلة لبحث بيان الحكومة هو تأكيد على أن هذا البيان يتمتع بقدر كبير من الموضوعية في معالجة المشكلات والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية. وأنا في رأيي أن وفقا لتقرير اللجنة أنه كان بيتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والعالمية، وكذلك أن هذا البرنامج وفقا لما قدمته الحكومة سيكون له تأثير كبير في تحسين مستوى المعيشة للمواطن. وإحنا هنا أمام برنامج بيتضمن محددات عامة لأي برامج حكومية سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة، وأيضا في مسألة إعداد وثيقة السياسة الضريبية، وكذلك برنامج الحكومة الجديد على أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية بنهج من التوازن والتنوع والحكمة. وأعتقد أننا يعني وفقا لما حددته اللجنة المكلفة ببحث البيان ببحث مشروع الحكومة أن احنا أمام يعني وضع أجندة تشريعية صحيح لكي تتواكب مع أولويات الحكومة التشريعية خلال المرحلة المقبلة. صحيح. طيب، يمكن من بعض التعقيبات من اللجنة المشكلة من مجلس النواب لمتابعة برنامج الحكومة ومناقشته كانت بتتحدث عن أن هناك تضافر كبير بين مؤسسات الدولة والوزارات، الآن لم تعمل في جزر منعزلة بل يعني مثل الكهرباء والبترول لحل مشكلة الطاقة والقطع الكهرباء. كيف ترى برنامج الحكومة وقدرته على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين الآن؟ أولا، برنامج الحكومة تم وضعه وفقا للمتغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الوزراء نفسه. فإحنا عندنا مجموعة من عمليات الدمج التي تمت بين الوزراء، وكذلك استحداث مسميات جديدة، وأعتقد أن ذلك سيكون وفقا للأجندة التشريعية التي ستتقدم بها الحكومة من خلال مجموعة من القوانين التي تتواكب مع استراتيجية 2030. وأنا أعتقد أن الحكومة المصرية قدمت نموذجا في البحث عن التخصص والخبرة أيضا طبعا، وهذا التخصص وهذه الخبرة هي التي قدمت إلينا هذا النموذج الفريد في تشكيلة الحكومة التي نتطلع إلى أن تواجه تحديات الشارع المصري، وهي ليست تحديات سهلة، وخاصة في الموقف الاقتصادي والسياسات الاقتصادية التي تهم المواطن المصري وحياته اليومية. يمكن أعلن رئيس الوزراء بالأمس عن أن هناك خطة تخفيف الأحمال سيتم وقفها من بداية يوم الأحد القادم. كيف ترى خطة الحكومة لاستدامة توفير المواد البترولية وعدم طبعا العودة للعمل بخطة تخفيف الأحمال؟
والله انا في رايي ان الحكومه تبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق ما يتطلبه الشارع المصري، ونحن امام مشكله كبيره في مساله مصادر الطاقه، وبالتالي لجوء الحكومه الى فكره تخفيف الاحمال هدفها بالدرجه الاوليه هو الحد من الاستنزاف في عمليه الانفاق على مصادر الطاقه. وبالتالي كنا مطالبين جميعا بان نتحمل جزءا من هذه الاعباء، وربما يعني سبب مضايقه لبعض الناس، ولكن يعني الامر كان يتطلب تخفيفا للاحمال. واعتقد ان عوده الوضع الى طبيعته هو يؤكد على مدى ثقه الحكومه ومدى قدرتها على ان تتعامل بشفافيه مع الموقف. صحيح. كان من هناك أربع محاور هامة جدا لبرنامج الحكومة الجديدة. المحور الثالث كان بيقوم على الاقتصاد، بناء اقتصاد قوي. كيف ترى برنامج الحكومة ومدى قدرته بالفعل على بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الصدمات اللي بيمر بها العالم كله مش مصر بس؟ يعني أنا في رأيي أن برنامج الحكومة يعني جاء متضمنا مع المحددات العامة لأي برامج حكومية، وتضمن المحاور اللي أشرت سيادتك ليها، اللي من شأنها أنها بتغير مسألة تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول. وأعتقد أن الحكومة لديها يعني تحدي كبير في المسألة الاقتصادية على وجه التحديد. نحن أمام متغيرات عالمية، هذه المتغيرات تنعكس على الوضع الإقليمي وخاصة الوضع الاقتصادي، ولذلك كان لابد من أن تكون رؤية الحكومة رؤية تتسم بالمرونة والقدرة على التعامل مع الموقف، بحيث أن المستجدات فيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذلك تحرير سعر الصرف وغيره من القضايا التي تمثل محاورا أساسية للاقتصاد المصري في الوقت الحالي، أيضا المعيشة اليومية للمواطن البسيط الذي يتأثر بكل هذه المتغيرات. ولذلك أنا أرى أن فكرة المرونة في التعامل مع هذه التحديات هي الفكرة الأنسب، وأن الحكومة تسير بقدر كبير إلى حد بقدر كبير وفقا لما تستطيعه في التعامل مع هذه الأزمات. أكيد احنا نتمنى التوفيق للحكومة الجديدة في برنامجها، وتحقيق طبعا الرخاء والرفاهية للمواطن المصري، وأنه يشعر بما تقوم به الحكومة على أرض الواقع. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي شريف عارف.